اني من اهالي الصقلاويه. جت قوات اطلعوا على قواتكم الامنيه 3/6/2016. طلعنا على القوات الامنيه عزلوا النساء واحد والرجال واحد. احنا كم واحد الشياب طلعونا ودونا المخيم العامريه. الباقي حملوها بزيلات ما عارفها وين. ناشدنا الحكومه، ناشدنا الحكومه المركزيه، المحليه، اي اثر ما لها. هاي الشغله اذا ما تدون دوليا يعني ما اريد احنا، واذا مطلوبين والله ما اريدهم. احنا هسه مسوي لهم معاملات يعني حتى الاشايس الكراد دقوها حاسبه. جوازات، مطارات، كلها نظيف، ما عندنا شيء. نطالب احنا هسه، والله ما نطالب غير الامم المتحده. اطالب الله ثم الامم المتحده تدونها دوليين. دمرونا 735 الصقلاويه منطقه منكوبه. وظلينا وهاي الاطفال هل اللي داير ما يدورنا شنو ذنبها اني؟ اكو بيوت 12، اكو بيوت 9، اني 4. ايه 735 هسه جيراني كلها هاي العرب اللي احنا بيها كلها 9 10 7، اقل شيء واحد اني 4. يعني هم الله ما يقبل، هم جريمه ما خلينا وناشدنا. سمعتوا بسالفه المقابر الجماعيه؟ نعم سمعنا المقابر الجماعيه على السريع. يقولون بها نساء وبها اطفال وبها شباب، وما رحت لها والله اني على السريع. هاي على السريع مقابر الصقور يم بيت البرديني سمعنا بها، ولما سمعنا بالمقابر الجماعيه ارواح ما ظلت عندنا، روح ما ظلت عندنا، قلبت علينا عزا. النساء يبكي، الطفل يبكي، الرجل يبكي. اخيرا قمنا دور عظام بلقي عن الشاش، هم الله ما يقبل بها والله. وناشد الامم المتحده بعد ما اناشد عراق ابدا. اناشدكم واناشد الامم المتحده تدون دوليا. والله هاي مو حكومه، انا ما اعتب عليها. شي انتهت بعد. والله منتسبين، نصهم منتسبين شرطه، وهاي هوياتهم مال داخلي عندي. منتسبين وبيهم عمال كاسب يومي. اجيب له 10,000 ينطي الاطفال. يعني هسه 4 بقيت اني على 29 نفر والله. هذا انا هج قدامك على 29 نفر ترى. احنا جاز 4 اشهر من 3/6/2016 واحنا هسه جد. احنا هسه اليوم 12/12 مو؟ شن تامل بعد؟ شن تامل بعد؟ راح مظلت بس عودة الله. احنا ميتين يقولون ميتين، طيبين يقولون طيبين، عليهم علي جريمه، هو داعش مطلوب قانوني. نفسهم احنا ظلينا بين حانه وبين مانه، الله وكيلك كاتلنا البشو بس. جريمة هسه كوبية يمية 12 واحد، ليش 12 واحد؟ مو جريمة 12؟ والله جريمة 745 مدري 35 جريمة، والله نصها قرضة. مرات تمر منظمة، مرات تمر منظمة تنطي المرأة، جاي ناخذها من المرأة ونصرف، نثق بالله. منظمة اللي تنطي 75، اللي ينطي 25، يعني شغلتنا عدم عدم، شغلتنا عدم. أنا يعني قبل عندي متسبين شرطة 2، واحد استشهد بالله قربته بس راح، ثق بالله حتى الشرطي اخذه. وهويته موجوده عندي في وزاره الداخليه. اخذهم حي الله. صقلاويه كانت 735 جريمه والله. هو هذا والله كله قرضه وكله. قلت لك هالمنظمه تنطيه والبطاقه القضائيه هيش بطاقه فاشله. بس انا حسن تعطونا كيلو وشكر. عايشين على الله، عايشين بعوز. ما عايشين برفاهيه. مرات الخبز ما نشبع، مرات تجينا مرات كيلو طحين ما عندي بالبيت. نفوض امور رب العالمين. مو لجهاتنا بعد، احنا من جهاتنا قسلنا. او الجهه الدوليه اريدها دوليا، شغلتنا اريدها دوليا. اوادمنا موجوده كشفونا عنهم. اوادمنا من ذول على السريع دفنوهم كشفونا عنهم. يعني مجرمين يكشفون عنهم. وهاي والله براءة وعندي كتب لهم كاملة. ملينا من مجلس محافظة، ملينا من النواحي، ملينا من الكل. وظلت يا مع الله قهر مو شوية. كل شيء جاي تقرض قرضة هسه. سياراتنا خذوها، دمرونا بيوتنا، باقوها دمرونا دمار. أماننا حلالنا كله خذوه. بس وداعش طلع قبل بثلاث أيام، قبل ما طبت القوات
امنيه او خارج الامنيه قبل بثلاث ايام طلعت. وهم اكد لك دخلت ويا القوات اجتنا. ومنهم هذا ابو وضاح كان على العبره يسولفون عنه. زين؟ هذا من اول الناس دخل برتبه مقدم. العدد 735 فرد اللي راح. هسه اكو بيوت هاي اليمك عاده خلاص. يعني انا باقي هسه على ترى 29 نفر. ثق بالله. هاي الجناسي وهذا عدد هسه اجمعها قدامك كلها اطفال. هاي من يعيشها؟ انا شو اصير؟ اشتغل بالبرلمان وين اروح؟ بس قل لي. ما عندنا غير الله. احنا منطقه منكوبه. راح لنا ازود من 750 جلمه. وهاي منطقه البعكاش الصقلاويه. فربعنا طلع عام بال 2006 2016 نريد مصير اوادمنا اللي راحت طيبه يقولون طيبه، ميته يقولون طيبه، هاي اربع سنوات ما عرفنا مصيرهم شنو هو. ما عرفنا. ينطونا اياهم واحنا ظلت هاي ارامل كل بيت خمس مفقودين وعشر مفقودين، انا من ضمنهم المتكلم و15 واحد من اخوتي ولد اخوتي ولدي ولد عمي. 15 واحد بس من عندي يعني بيت واحد. وهاي العوائل ظلت لا حول ولا قوه. راحت اوادمنا وراح حلالنا وراح مالنا وتخربت بيوتنا. رجعنا تحت الصفر كل شيء ماكو. فهاي ارامل ظلت اللي ما طالع على جنسيه واللي ما طالع على شيء. انا طلعت الابن بنتي مفقود جنسيه ب 750 الف. والله ب 750 مليون طلعتها. زين. هاي عمل هذا ولا حد التفت علينا وقال ذولا شنو هم؟ فظلت هاي الارامل دحر حالها مفقودين. انطوهم رواتب تقعد هاي العوائل تعيش بيش تعيش هاي العوائل؟ والله ظل لحالها الله وكيلك وعمرك بيدك شات لها جوع وهاي كلها اطفال وميتة المرة شو تسوي؟ فاحنا نريد مصير وادمنا شنو هم يوجهونا؟ بخصوص المقبره اكو شفنا احنا بالتلفزيون طلع مقابر ويقولون ذولا من اهل الصقلاويه فنريد مصيرهم يحللونهم ينطونا مصيرهم شهيد ينطونا طيب يقولون فاحنا من ضمن هذا شو اسمه والله يعني احنا حال تضررنا بشكل تضررنا فوالله ما يعني ما عندنا اي والله وما حد اي جهه جت علينا انطونا مساعدات صحيح، انطونا غير صحيح. جت المنظمات الله يخلف عليكم وعليهم. ما تكفي بس هاي يابا ما تكفي شو تكفي العوائل هاي كل واحد شو اسمه ما تكفي عندنا. زين اصرفوا لهم رواتب. اصرفوا لهم هذول المفقودين 750 اصرفوا لهم رواتب العوائلهم. ظالين احنا اليوم مباشر ما ادري شنو هوية ونصرف لكم هاي ما ادري شنو ونعطيكم وشي قيمومه وشي شهاده وفاه وما ادري شنو ما افتهمنا كل شيء. كل شيء ما افتهمنا ما قالوا لنا كل شيء. بس عندك حجر قيمومه ايه من اللي يجي بالمساعدات وقال ايه سووها. لا حد قال لنا على المقبره ولا حد بلغنا عليها ولا حد جاء قال لنا هاي المقابر الجماعيه وابنائنا راحوا عندنا مفقودين انا عندي واحد مفقود اخوتي عندي كل واحد ثلاثه مفقودين والعرب هاي كلها منكوبه منا الى الشط ابو اربعه وابو خمسه وابو 11 وابو 12 ثلاث من عندها هاي وناشدنا ما بيه الكفايه وماكو يعني نتيجه من الحكومه وهسه ناشد الحكومه ناشد الحكومه المحليه الناشد الحكومه المركزيه على يقومون على ابنائنا مصير ابنائنا ميتين طيبين حيين انطونا اياهم اذا ميت انطونا اياه واذا حي انطونا اياه وهاي ابنائهم ظلها وهاي جيل هاي ظلها دق دق الله وكلك لا رواتب لا غير لا راتب ولا غير ابد كل جمهور
شنو يعني هذا؟ ما عاد ما يدون عيشه يعني بس يروح ما له يعني واحد يكون عليه شنو مسجون مريض ميت طيب وطلعت على المقابر الجماعيه الناس طلعت على المقابر الجماعيه ما وقفون شنو الرابطه الان؟ منين ذولا؟ مدنيين عسكريين ما حد يعرف ما حد جانا عليها وقال يا ابا هذول شنو هم؟ ولحد انا اقول لك ما عاد حخلون احد يطب عليه هي هاي المقابر الجماعيه وبعد اقول لك بعد انا باكو اكو بعد اكو بعد يا عاد احنا انا تعانا هون ابني مو جاي يشتغل إيه؟ ويجيب عائلته إيه؟ خومان هسه انا على تالي عمر هسه رحت وانا مريض والله ما اقدر والله قوه رحت والله هذا اللي هسه ما عدتي وغيرها والله العظيم وش اقول اجيب لك الشاي اجيب لك خلاص شوف معناك شلون زين ولا حول ولا قوه الا بالله وهاي ابنائهم يلا ان لله وان اليه راجعون والله هذا ما شاف الطفل والله لو انا داعش وغيرها والله ما يخالف بس والله لا حول ولا قوه الا بالله ان لله وان اليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل والله انا كنت ظالم والله شنو ذنب نحن والله مو عراقيين سافرونا والله لا مو عراقيين نروح نعيش انا باي بلد نروح نعيش والله الله اكبر ابنك يروح الظهر الحمراء قدامك حتى لو حلال عمله هذا ماله والله مو انسان الله اكبر يعني ما لك قيمه الانسان العراقي بعد بنوبه والله ما جرت والله هاي الابناء من يعيشها اخذوهم ما يخالف بس المفقود العشير المشون الى مواجهه ماكو مواجهه اربع سنوات ماكو مواجهه لازم اكو الى مواجهه يعني هاي ما صارت فارغه الامم كلها اي من الله خلق الدين الى هذا اليوم اربع سنوات ما الى مواجهه ما حد يدري مصيره شنو هو ما يعني هذه اول مره احنا نشوفه هيك عندي ثلاثه مفقودين ثلاثه والرابع شهيد هم ما عنده اللي ما شفت وجهه راح مرض مدي وين ما وين وعندي كوم الجهال تدعيشه واحنا المفقودين نريد يعني تدلونا عليهم وين ما وين نريد لهم مواجهه نريد تشوفون توقفونا على مصيرهم وين ما نندل عنهم شيء اليوم اربع سنين صار لنا ونركض ورا العيشه مركض ماكو ما حد يحسن بينا يعني هيك خلف الله على الصديق بالشهر النوبه يحسن بينا اي والله ونريد ان يعني نشوفهم وين ما وين بلكي ناشد الخيرين يخلونا عليهم مواجهه هاي يعني هذا وما عندي والله مثبولين قبل هم معايشيني ولدي هسه انا ماكو اركض واريد اعيش الاطفال ماكو واللي بالمدارس ويريدون عيشه وريد احنا اهم شيء نريد الولد وين 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 خلوهم نريد لهم يعني مواجهه او يدلونا عليهم وين خفنا من هاي المقابر اللي طلعوها والبارحه هسه خايفين والله حيل خايفين والله ناشد الخيرين يساعدونا ونريد لهم مواجهات نريد لهم بس شي يدلونا عليهم وين ما وين يدلونا وين ودوهم اللي راح بالعافية والطيب خلي يشوفونه وين هذا ما عندي أكثر ولا أقل بس نسأل على وادمنا وين والله كلها جهيل صغار ماكو بيهم ما حد شاغول تا يدبر عيشتهم ومن الناس الخيرين يحسنون علينا نجيب لهم هدوم نجيب لهم مسواق هاي هي واللي يريدون بالمدارس هم يريدون والله هذا اللي يقول يريد ألف هذا يقول يريد يا ابو والله منين اجيب لكم هسه انا تمهم طلعوا وتعنكش ابويا تعال انطيني يلا تروحي منين انطيكم يا ابا ما عندي شيء وعيشتنا حال ملاهده بيوتنا هم تكسرت وشيتنا بس ما اريد بس اريد الولد وين وجهوهم وين وجهوهم يعني دلونا عليهم نريد لهم مواجهات ثلاث ولد عندي راحوا ماكو اي مكان يعني نلقاهم وين باي مكان اي والله يا ابو هاي راجع ابوه ملا مل وما لقى اي نتيجه وقعد حتى لا مسجنين ينطونا نشيد عنهم يعني نصلهم سوينا لهم قيمومه ما نندل بهم وين هم ولدنا هسه ما انطلنا عليها اي شيء واحنا نقول بكت احد يندل يعني احنا نعرف شنو المقابر الجماعيه صد طلعت بشمال الفلوجه احنا من طلعنا على القوات الامنيه غير على اساس على شكل تحرير حررونا طلعونا احنا النسوان بحد والزلم بحد اخذوا الزلم
على بالنا كل حيدقوهم حاسبه ويرجعون اياهم. وهاي اليوم 4 سنين هم اخفوهم فد مره. نريد نعرفهم وين يعني. ما ندل عنهم شيء. يعني اذا سجناهم ما يخالف، اذا سجناه خليه يسجنوهم. بس انسجين وروح نواجهه. بس طيب. هسه قامت تطلع لنا النوب مقابر جماعيه شمال الفلوجه وغيرها، يقولون هاي ابناء الصقلاويه. هم ما يخاف اذا موت خلي يقولون دا نروح نشوفهم، سووا لنا تحاليل لهم. اذا موت دا نقطع انفسنا، فدنا ما نضل نطالب، ليش احنا سنطالب الحانه؟ نطالب الحانه وما محصلين شيء. نريد نشوفهم. كان مساجين يقولون مساجين واحنا نواجههم ونشوفهم باي مكان. كان هم موتى يقولون يابا موتى هذول يعني قتلناهم ودفناهم، هم ثاني قطع انفسنا. اكثر من هذا ما عدنا، احنا نريد بس يشوفونا ولدنا وين اخفوه. ما قالوا لنا عليها سووها. يعني ما عندهم هم اي شيء، لا ويا داعش لا ويا اي جهه اخرى. مجرد عوائل طلعنا على الشفا. وبالمقبره عزلونا. الزلم واحد والنسوان عبرونا على السريع. احنا طلعونا على العامريه وهم راحوا اخفوهم. ما رجعونا ولا واحد. قالوا تلقونهم بالمخرج. قالوا مجرد استفسارات راح نستفسر منهم وندزلكم اياهم. وهاليوم 4 سنين وينهم؟ ما نخلهم. تقريبا بال 780 واحد هم اخذوا من البعكاش. اي وين راحوا بهم؟ وهسه اليوم هسه طلعت هسه بالاخبار يديعون مقبره شمال فلوجه بها 100 واحد مكتفينهم ومكتليهم ودافنينهم. هسه يسوون لنا لهم يعني تحاليل او فتشي يعني هاي الدي ان دي يسمونه على مود نعرفهم. من اهل الصقلاويه، من البعكاش، من هل اخذوهم هم وكتلوهم، باي جهه ضامنهم، على شنو يعني ضامنهم؟ بس بدي اعرف. بس نريد هاي يظهرون اياهم وبس. كانهم بالحياه يقولون بالحياه. احنا قبل كان هم ميتين يقولون احنا ميتين هم دان نقطع انفسنا. ما اريد اكثر من هاي، بس اريد يظهرون اياهم وين هم. يعني هاي احنا 4 سنين هيك الحانه لحنا للسماء ولحنا للقاع. والله بعض اكو ناس تحركت راحت. يعني مشت اللي عارف انا ما عندي زلمه حتى يمشي، بس اللي عندها مثلا زلمه يمشون على الحكومه مثلا على محمد الحلبوسي على غيره على غيره، بس ماكو اي نتيجه، ما حد يلبي لك طلب. ملينا ملل. ما اريد، اريد بس يظهرون لهم لا اكثر ولا اقل. اريد كل شيء، اريد نشوفهم وين حتى نقطع انفسنا. شوف من اخذوهم هالاربع سنين وين ودوهم؟ الميت يقولون هلا هاكم ميتكم، واللي طيب يقولون هذا طيب. هاي نريدها من الله من عندكم اخذوهم ومن الحكومه. على شنو يعني؟ بس ادفتم على شنو؟ هاي ما عندنا اكثر من هذا، شنو نقول؟ هم كان شايلين الحمل كله، يعني ما يشتغلون هم معايشينا كله عليهم يشتغلون ويعيشونا. احنا شنو يجينا ناكل ونسكت؟ يعني هل لا والله هل هسه انا يعني عمري 15 سنه بطلع من المدرسه في سبيل دا يروح يشتغل ب 7000؟ ليش ما يكمل مدرسته حاله؟ باكر عقبه راح يقول انت ما خليتيني اكمل مدرستي. يعني حاله حال هالوليد هسه يدحق عليهم ويقول انا حتى شبابي عدمته. انا شلت مسؤوليه هسه اكثر من طاقتي. 15 سنه هسه شايله مسؤوليه مال 5 انفار. هم عندهم قبل يمكن حالات مرضيه عاد بسبب المفقودين والله ما ادري. بس هي هسه ما عنده وعنده حاله مرضيه ما يقدر يروح للطب. يعني اذا مثلا الاخصائي الاخصائي يريد يعني فلوس كثيره. منين يدبر الفلوس اذا هو راتب ما عندها؟ هي غرق بس النسوان والجهال، منين تدبر؟ تا تروح للطبيب اقل ما تروح لهسه دكتور اخصائي 500 ألف اذا تي تروح يعني علاج هذا المزمن. يعني المزمن اي والله هسه امراضك وحتى الخبيثه نزلت هاي من وراء الحروب الجايه. الامراض الخبيثه نزلت هسه كثيره في المنطقه، امراض خبيثه صارت فيها ما حد يقدر يعالج. يقول لك هاي اقعد والله ياخذ امانته، انا منين اعالج نفسي؟ أيه. الما عنده منين يعالج نفسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن المواطن من أهالي ناحية الصقلاوية، أنا أحد أباء المفقودين أو المختطفين من يوم 3/6/2016 لحد الآن.
ما نعرف مصير المختطفين أو المغيبين. نحمل الجهات المسؤولة هي اللي هي حكومة العبادي ووزراء كليتهم والحكومة المحلية بالأنبار اللي كانت متمثلة بمحافظة الأنبار أحمد الدليمي، نحمل كافة المسؤوليات عن خطف أبنائنا، ونريد يكشفونا عن مصير أبنائنا. إذا هم مغيبين عدهم بالسجون فيكشفونا عنهم، وإذا هم بالمقابر خليهم يكشفونا عنهم، يدلونا على المقابر مالتهم وين. واحنا راح نريد ندول القضيه مالتنا، نسويها قضيه دوليه، لان ناشدنا واستنكرنا ورحنا وجينا وصلنا الى انا وصلت الى العبادي واي نتيجه ما حصلت، ورحت على كافه الجهات المسؤوله من جيش، من حاشد شعبي، من قوات امنيه، فما انطوني اي نتيجه. فاحنا نحمل المسؤوليه كامله لحكومه العبادي. المفقودين صار لهم من 3/6/2016 ولحد الان ما نعرف نتيجتهم نهائيا، والعدد مالهم هاي القريه تقريبا 5 كيلوات المساحه مالتها تقريبا تطلع، اكثر من 760 شاب ورجل راح من عندها. فنريد يكشفوننا عن هوياتهم، عن هويات المخطوفين. سمعنا بهاي المقابر الجماعيه راسا بيوم بنفس الليل سمعنا بهاي المقابر الجماعيه، فنريد يكشفون على المقابر الجماعيه. ناشدهم بصوت عالي، وناشد الامم المتحده ان تجي تعاوننا. احنا ناشدنا الحكومه العراقيه، اي شيء ما سوته الحكومه العراقيه، احنا ناشد الامم المتحده، ناشد المنظمات الدوليه، ناشد الصليب الاحمر الدولي، ناشد الهلال الاحمر الدولي، ناشد الجامعه العربيه، الجامعه العربيه ما سوت لنا اي شيء. ليش ما تجي توقف لنا الجامعة العربية؟ ليش الدول العربية متخلية من عندنا؟ خل تجي توقف لنا الدول العربية، لأن احنا صار بفك كماشة احنا. فنريد ولدنا احنا المغدورين نريدهم. كليتنا مرضى، أول واحد المتحدث. مرضى جلطات وأعصابنا منهارة وعقول ما عندنا، ما ظل عندنا عقول. وانتهينا نهائياً، وأكثر أقل بيت يعني راح من عنده واحد، والله 2 و3، أنا المتحدث 3، وولد أخويا 3، يعني 17 سلمة من بيت واحد. من بيت واحد 17، وبيت يسمونها بيت ام عدي 10 ابناء راحوا لها، 10 ابناء ام عدي 10 ابناء راح لها، وبيها 4 وبيها 5 وبيها 6. فالناشد احنا الناشد الامم المتحده، ناشد الدول الاوروبيه، ناشد الدول اللاتينيه، سوينا حل وسوينا شارب لابنائنا المغيبين. اذا هم ميتين يكشفون عن مقابرهم، يقولون هاي مقابرهم، تعالوا خذوهم حتى ندفنهم، سوي لهم قبور ويا المسلمين. لان احنا هسه ما نعرف عنهم كل شيء. احنا من نخطف من 3/6 لحد الان حالتنا يرثى لها. الحاله يرثى لها. انا رجل وأعوج على هاي مرت اخويا وهاي مرت اخويا الاخر، بس اكو نساء ما تقدر تجيب المواد الغذائيه اللي جاي ينطونها الدوله، اللي هي نوبات ينطون الزيتات، ونوبات ينطون بس التمنات، ونوبات ينطون بس الطحينات، ما تقدر تروح تجيب الطحينات. فيسوون لهم شاره هاي الناس اللي حالتها يرثى لها. عندنا اطفال بهم حالات مرضيه وحالاتهم مستعصيه، واكو سرطانات، اكو سرطانات على مستوى عالي جدا. فما انا واحد من عندهم، اخوي هذا موجود ورحت معه، موجود وديت اول بارحه للرماد، ضربوا ابره مال كيماوي وقالوا له هذا سوي له مسح للعظم الشعاعي. ما اقدر اروح، منين اجيب له اسوي له مسح شعاعي؟ منين اجيب له؟ هسه قاعد وكل نتيجه ماكو. من اللي يسوي لنا رواتب؟ هو احد من الحكومه العراقيه جي علينا وقال انتوا شكلتوا شربتوا، وين انتوا؟ وين اولادكم؟ وان شاء الله بفلان مكان وبفلان جهه، وان شاء الله نطلع نبحث عنهم ونطلعهم. ماكو. واكثر المخطوفين هم طلاب وعمال بالخباطات يشتغلون وفلح. ما انطونا لا راتب ولا انطونا ولا جم علينا ولا دقن بابنا ولا قالوا انتوا وين صرتوا. وحالتنا احنا يرثى لها.
نطالب الحكومة ونطالب أهل المروة وأهل الغيرة يشوفون مصير ولدنا وين راح. شوفوا له حال هاي، شوفوا له حال هاي السنة الخامسة بدينا بيها، وين ولدنا راحهم؟ هم معايشين، هم أرواحنا، هم مصير ولدنا وين راحهم بيها؟ ما عدنا غير الله وهم، ما عدنا ولدنا لمعايشتنا، وعدهم أي شيء، أي شيء ما عدهم، أخذوهم أبرياء أبرياء، مصيرهم وين راحهم بيهم؟ نريدهم. طالب الحكومة، نطالب يا جيها المنظمات كلها نطالب بيها، ما نخلي جيها، ما نطالب بولدنا، وما نريد من الله غير ولدنا. نطلب من جيها الحكومة، من المنظمات، من كل جيها نطالب بولدنا. بيوتنا انهجمت علينا، ما ظلت لنا لا والي ولا عواني، العيشة ما عاد نقدر عليها، ونطالب بولدنا. ما عندي والي أحط على نفسي، هذا سببهم مرضي، هم روحي هم عقلي هم عيوني، المجديات الدرب، وأدحق على أطفالهم أقول يا ربي هاي الأطفال بيش تعيش لو زلت عيني، علي من تشوتي، علي من تنتجيل، يا رب أنك تجيب بهاتهم بخير وسلامة يا رب العالمين. يا الله أرد أقول لا متت، من يدفني من عقبهم؟ من يدفني من عقبهم يا رب العالمين؟ يا الله وننخي من الحكومة ومن أهل الغيرة ومن الشيوخ العشاير، الطالب بولدنا والطالب بيهم، ما أريد لا مال ولا كل شيء من عقبهم، ما غلب عيني شيء من عقبهم، ما أشوف بعيني شيء من عقبهم. يا الله يا الله، إن شاء الله كلكم طيبين، وانتم ولدنا هم راحهم وانتم مكانهم، يعني تجيبوا لنا اخبار طيبه من عندهم يا رب العالمين. يا الله ندعي من الله ومن الحكومه والوجوه الطيبه تناشد على ولدنا، هذا الحال اللي جرى علينا، هذا الحال اللي جرى علينا من وراهم، وما لنا غير الله وانتم طالبونا بولدنا، واحنا نساوين ما نقدر لا حوا ولا قوة. أم يا عيني عليهم، والله لو يشترون بالفلوس اشتريهم، بس اندلهم شلي بحالي من عقوبهم، شلي بيه، الا اشوف واحد منهم ما ادري شو يصير بيه، ما ادري، مو قلبي مشتاق واريد اشوفهم، مو لا ليل ليل ولا نهار نهار، مو قلب الوالد اقشر، عميان عيني عليهم، الا اشوفهم بعيني ما ادري شو يصير بي، عميان هم شو يصير بيهم لو شافوني، عميان عيني عليهم، من عقبهم شفت الضيم والمدله، من عقبهم، عميان عيني عليهم، اللي راحم لا صوت ولا ذن، ما عندي غيرهم، ما عندي، ادحج على الله هم علي. اي والله يا بريد، من الله منكم تبحثون تدورون لهم شنو ذنبهم؟ يعني ترى شنو ذنبهم؟ ماكو بس مساوين وجهين، واحنا هم نسوان مرضى، والله من قالوا لي عن مقابر يعني ما ضل بيها شويه انجلط، انتهيت والله والله، بس البشي وعمينا حتى ما عاد نشوف، والله والله العظيم اريد من الله منكم تدورون لهم ميتين طيبين، بلكت الله يا رب انهم طيبين، ناس تقول بجرف الصخر، ناس تقول بايران، بلكت الله يا رب تلقونهم، والله يا ما ضلت بينا هم واحنا مرضى، شو نسوي؟ ما بدينا غير البشي نبكي وعمينا ما عاد يشوف، والله يا ابو حتى يا خبزه ما اقدر لو كسلون هاي وقعات شوفاني قبل حيني ما عاد اقدر، 24 ساعه تصورهم وابكي، شنو ذنب حتى واحد منهم 2001 شنو ذنب هذا؟ هذا هو ما سجين يعني ترى وقعوا بيها الابرياء وطلعوا بيها البيئه وعلي طلعوا منها، شنو ذنبهم يعني ترى هالاطفال هاي؟ ما بي والي غير الله. اي احنا بيتين كل من احد. اي والله يا ابو سمعنا، اي والله يا ابو سمعنا، اي سمعنا والله يا ابو، بس ناس تقول لنا مو هم هاي نسوان وجهيل، وشويه قلوبنا شويه تبرد، يرد يقولون هم اجمد انتهي فرد نوب، يعني ما ظل بيه همه، والله يا ابو ان شاء الله
لو اموت ان شاء الله قبل ما اشوف الجثث ما اموت انا خلاص عيشه ما استعد ان شاء الله اني نخيت ان شاء الله قلت من اخذهم ان شاء الله لو طياره ردتنا بيتنا ولا شفت لوعتهم شيء انا هسه منتي عندي غلول عصبي يهجم علي انتي فدنهم هاي سنين وقعت عيوني ما عاد اشوف والله انتي انا بالفراش انتي ماكو ادحك على عوالي ما ادحك بس صورهم قدامي والله يابا ما بدينا شريد من الله منكم تدورونهم ابني جابوا لنا دحج عليهم اي بس صورهم ظلت قدامنا بس صورهم شنو ذنبهم يا عون ترى شنو ذنبهم شنو ذنبهم يا عون ترى شنو ذنبهم اريد من الله منكم تدورونهم بس اريد من الله منكم هاي اريد من الله منكم شنو ذنبهم هاي سنه الخمسه طبوا بيها اريد من الله منكم تدورونهم بلكي ترى تقول بسجين بلكي بغيره بلكي الله يا ربي لو كل بيتهم يجي واحد ونظل نتامل ذاك هم نطلب من الله منكم شنو ذنبهم يا عون ترى اي والله يابا ما ضرت بينا همه ترى خلاص انتهينا. اقول لك انهم راحوا اخذوهم منها الواجهه ومشوا وهاي هي ما ندلهم طيبين ميتين ما ندلهم وظلت بس البيوت يا بنايا والجهيلي هايه شوف هالجهل وين نروح بيها اكو امل قولوا لنا ماكو امل هاي هي كيف اللي هذول الطعم اي من هي اخذوهم ويهوشون لا عشوية الارهاب ولا بصف الحساب شنو هي؟ ظلت بس النساوين وجهي الإهاية شوفها كلها إتامة كلها إتامة هسه عاد اللي جينا كل بيت خمسة ستة راح من هاي راح له تسعة قف الشارع واحدة راح له تسعة شنو هي هاي؟ هذول سبعة الناس الحكومة الحكومة هم واحد اثنين ثلاثة ناشدهم يسووا روحوا يسووا مظاهرات شلون؟ الحكومة هي تحير بينا وسندلنا قعدنا على بساط الرحمن. إيه رايحين ولد ابني ولد ولدي ولد بناتي نقش وقش. إيه أنا البارحة جيت فيني من الطبيب وابني إيه هذا عنده مرض مزمن من ورا ولده إيه هذول الدق بطنه تمشي داب وانهمد. إيه ومن يدحج على الأطفال هاي بيش هاي وهاي الأطفال هاي وين نروح بيها يابا؟ من الجري لها رواتب. أنا ناشد الحكومة عندي ولد اثنين مفقودين وهاي جيراننا كلها مفقودة كلها انصقعت هاي أيتام برقبتي 28 نفر من يعيش هاي الأيتام وناشد الحكومة تشوف إن ولدنا وين طيبين ميتين تنطينا إياهم سمعنا بهاي المقبرة الجماعية الله وكيلك هسه هابط حالنا فردنا وميتين بدمنا وماكو لا حول ولا قوة هسه من يعيش هاي العوائل ولد من الله ومن عندكم تشوفونا ولدنا هاي جاب لنا اخبار المغابري هاي الله وكيلك هسه حالنا هابط فردنا ونريد من الله من الحكومه دولنا ولدنا طيبين ينطونا اياهم ميتين هم ينطونا خبر عنهم وهسه هاي امهم مريضه ابوهم مريض هاي جهالهم اطفالهم ترباهم انا اثنين راحولي واحد بالسجن وواحد استشهد والله يشتغلون بغسل غسل مع سيارات الله وكيلك يديهم جرذمه وبهذا الرزمه وجتهم هاي القوات وحشتهم وراها خلوا النساء واحد والرجال واحد واخذوهم اليوم اربع سنين خمس سنين وما شفنا اي ما شفنا غير وجوهكم هسه والله خطيه ايوه هاي اطفال هاي كلها ترى ايتام هاي الاطفال يشوفونها عندنا ولدنا صار لهم اربع سنين احنا ما نعرف عنهم كل شيء بيت بيه سبع زلم كلها راحت انا ما نعرف عنهم ميتين طيبين ما يفعل احد يبين لنا نتيجه منهم اللي يروح يدقون حاسبه يقول لهم ما موجود اللي نريد من عندهم بس انهم يمشوننا نتيجه عن ولدنا اذا هم طيبين يرجعونا اياهم واذا ميتين ينطونا اياهم تا ندفنهم تا نقطع انفسنا من عندهم ظلت جهيلهم دايحه وشنو هذا ناب الجهيل هاي ظلت دايحه ولدنا شنو ذنبها اللي لا ماكلين ولا شاربين عاشوا على التمرات الجيفانات وهذا احنا نريد من عندكم ومن الله انكم تلبونا طلب وتجيبونا اولادنا ما نريد منكم غير هذا وخلف الله عليكم يا خيي اوادمنا دايحه سمعنا بالمغابر هاي الجماعيه وتمرضنا واكلان وحل مو شلون ما كان ما نعرف ولدنا يعني مصيرهم ويا ذولا اما طيبين ومختلينهم بسراديب شنو سببهم بس يمشونا ليش اللي اهل الدعايه خلوهم يطلعون وولدنا ذبوها بيهم ليش هالشكل شنو ذنبهم ولدنا ولدنا ابرياء يا عمي ولدنا كل شيء ما لا راحوا ويا الجيش ولا راحوا ويا الدواعش والله ما حتى خبزتهم ما ماكلينها صحيح ما لهم ذنب ترى هذا مو حكي وناشدونا الحكومه يا بلش تتبع الولدنا اذا هم طيبين يجيبونهم واذا ميتين هم ينطونا اياهم تا
نقطع انفسنا. ما يصير هيك ترى. حكومه قضت عمارنا هاي 4 سنين كل شيء ما لبت لنا. جهيلهم دايحه واللي امه دايحه. وي هسه عن تجي لجان والله شبيك هذا عنده قاصرين هذا نمشي واللي ما عنده امه ما تاكل خبز شنو ذنبهم؟ سقطان دول اثنين ابوهم راح. روح عمار عمار روح بابي روح. لا خليه.